سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم كيف ما وعدتكم على ملكم هذا الرشمه هذه، عن شبرو الثوب ديالنا وعن رشمو هذه. اول حاجه نعملها بليباري الا كنت مبتدئه، لان باش ما يتزعزعش لي الثوب. هيا نعمل ليباري، بالاحسن يكون ليباري رقاقين. انا عملت هاد الليبره هادي، ولكن ماشي مشكل لان ماشي تسو ديال الجلابه. اونتراسي بالمسطره، الغلط الوحيد هو كيكون عندنا شكل هندسي وكنتراسيوه فقط بيدنا. هكذا انتراسه كامل بهالطريقة هادي. هذا الدرس هذا كيف ما قلت لكم غيكون فيه ان شاء الله طرز وتسنبات. عن طرز دابا تسخن ليه اللي هو هذا، نعمل غرزة قدام غرزة. كيف ما كنعرفو خلي شوية صعيب، ولكن هيدا نبقاو نحاولو معاه حتى نكملو الرشمة ديالنا. بالنسبة للناس كاينة اللي ماشي عروسة واللي ما تعمل شي القفطان، ما حتاش تعمل سقلي، تعمل فقط اللون ديال الطرس اللي بغات، اما ديال السفيفة او ديال التاو او ديال الخياطة. هانتوما كتشوفوا الطريقه ديالها سهله، ولكن كيف ما كتشوفوا السقلي شويه صعيب في الطرس. عاد انا خدامه بهذا السقلي هذا، ماشي مبروم كيتباع هكذا، ولكن ديال الخارج ماشي هنايا. وانتم يمكن تعملوا سقلي مبروم يسهل عليكم شويه على هيدا. هانتوما كتشوفوا الطريقه ديالو كتجي شويه صعيبه لان السقلي صعيب، اما اللي عيطرز بالحرير راه يجي سهل. يعني صراحه تبارك الله على الطرازات،
اللي كيترجوا الحاجه باليد وكيخدموا اكثريه بسقلي، كيف ما كنقولوا والله الا كيديو الحاجه بعرقهم. هانتوما كتشوفوا هكذا انا غندور على هذا الكارو هذا كامل ونرجع لكم، لانني وريتكم كيفاش خصني. المهم ضربه خصها تجي قدام خطا باش الطريقه تجي سهله، وعادك يعني الضربه خصها تجي قدام خطا باش كذلك الضربه تجي متقونه وتجي بحال الضربه ديال الماكينه، لان بعض المرات كنشوفوا الطرزه ولكن كتجبرها هربة على خطا. صراحه انا ما كتعجبنيش ديك الطريقه هذيك، ولهذا الا كنتو عتعدلوا شي حاجه ليكم او لك ليا انا، بالاحسن تعملوا الحاجه متقونه باش كتجي الحاجه مزيونه. دابا مثلا دابا بحال هادي انا كنخاف عندك نعمر هاد الجهه وهاد الجهه، هادي ما تعمر لي شي. شنو قبل ما نوصل غنعمل هيدا بحال اللي غنحدد الطرزه، ها هي غنحددها ونكمل الخدمه ديالي باش نعرف بان خصني نوصل حتى لهنا. كيفاش هاد المسافه هادي كامله وهادي صغيره خصنا نعملوها مع بعضيتها، انا نوريها لكم. هنايا يمكن غنضرب جوج ضربات ثلاثه في نفس الغرزه، وهنايا نزيد شويه، هيدا غنبقى نعمل. ها هي ثلاثه ديال الغرزات في مقطع واحد، وهنايا كنزيد شويه. ودائما كنعس الغرزة ديالي خصني تجيني معوطة وقدام بعطيتها. الحاجة إلا تعلمتيها راه ماشي بسهولة باش عتنساها، راه أنا هدي كتر من عامين ما ترس، ولكن الحمد لله دابا ملي جيت نترز عادي. علاش؟ لأن تعلمته بالطريقة ديالو الصحيحة. ها أنا عنسالي هادي، بطريقة سهلة هي الغرزة الأخرانية، هذه الشعرة ديال الثوب من تحت. شوفوا كيفاش الغرزة، هذه الشعرة ديال الثوب، شوفوا كيفاش الغرزة خاصها تجي معوطة مع بعضيتها. نكمل أنا هاد الدورة هذه ونرجع لكم. ها أنا ساليتها طريقة مبسطة كيفاش وريتها لكم. دابا غنبدأ في الإطارات. وشو كيفاش الغرزة عملتها، يعني معمرة ماشي خاوية. دابا غنبدأ في الإطارات، غنعمل الإطار الأولاني هو هذا، غنبدأ من هنا ونسالي من هنا، ولكن غنبدأ بلون مغاير. غنعمل انا كرونة، بغيتو تعملوا لون واحد اعملوا لون واحد ماشي مشكل. هكذا غنبقى خدامه حتى نمشي هيدا ورجع هيدا بحال اللي عملت بهذه الطريقه هذه. ودابا ملي مشيت هيدا غنرجع هكذا، غنرجع بطريقه سهله بحال اللي عملت هذه. مهم عندي غرزه قدام غرزه، ها هو عندي غرزه قدامه. بالنسبه للخيط اللي كنخدم انا كنخدم بهذا،
انا نوريه لكم هذا الخيط، هذا ماشي مبروم، ما كيتبرمش. اما نتوما الا بغيتو تخدموا بالحرير ضروري خصكم تبرموه. هذا كيجي مزيون ولكن كيجي مات قليل في كين بريو هكذا. انا بقى خدامه بنفس الطريقه حتى نوصل نهادي باش نعمل الطبقه الثانيه. ملي عملت هادي خصني نعمل هادي بالسقل، ها هي نعملها بالسقل الطريقه بحال اللي عملت هادي. انا غنوريكم هاد النص هذا وهاد النص هذا غنخدمو، لان كيف ما تعملوا هذا تعملوا هذا حل حل، لان هي رشمه واحده. نزول هاد الخيط هذا اللي خرج لي من تحت ونكمل الخدمه ديالي حتى نمشي من هنا. ودابا نخدم هاد الايتر هذا بالحمر، هذا بالحمر بحال اللي خدمت هذا. ملي سالت هاد الصف هذا باقي لي الخيط، عوض ما نخدم هادي في السقلي باقي لي واحد الخيط، غنخدم هادي في الحمر. دابا شنو بقالي؟ بقاني نعمل هاد الايتر هذا بالذهبي وهذا في الحمر وهذا بالذهبي، يعني هذا بحال هذا وهاد الاطار هذا هو هذا، وهذا الذهبي هو هذا الوسطاني، وهذا اللي في الحاشيه هو هذا. هادشي اللي غنعمل دابا، انا غنساليهم ونوريه لكم.